أهلا بحضراتكم. طبعا كلنا عارفين جمصة، البلد الجميلة اللي فيها أماكن كثيرة حلوة وممكن تقضي فيها أجازة مصيف ممتعة جدا. بس طبعا كلكم عارفين إن كل اللي شغلني إني أعرف حكايتها إيه وليه اتسمت بالاسم ده، وفعلا دورت وعرفت تاريخها بالتفصيل. واسمع مني الحكاية، وما فيها بتقول إن مدينة جمصة واحدة من مدن محافظة الدقهلية تبع المركز بالإيس، وجمصة من المدن الساحلية ومشهورة جداً كمصيف وخصوصاً لأهل الوجه البحري، وكانت زمان واحدة من أشهر المصايف اللي بيجي لها الناس من كل مكان. دي كانت كمان مصيف الصفوة، يعني مش أي حد كان بيروحها. نيجي بقى لحكاية اسمها. قالك إن الحكاية بتبدأ من أيام الحملة الفرنسية، وقتها نابليون بونابرت كان معدي على موقع مدينة جمصة هو والجيش بتاعه، فقال لهم نوقف هنا شوية علشان القوات تستريح في مكان اسمه تل عرابي، وده كان شاطئ جميل وساحر، والمكان عجبه جدا، ومن كتر ما المكان عجبه قال لهم جيمسا، ومعناها حبيت المكان، وده كان بداية إنهم يبنوا المدينة في المكان ده، واتحرفت الجملة اللي قالها نابليون من جيمسا وبقت جمصة، وبقى ده اسم المدينة لحد دلوقتي. وواحدة واحدة اتطورت مدينة جمصة وتحولت لمصيف مهم، واتبنى فيها شاليهات كتيرة، وكانت فيها كل المقاومات اللي تخليها مدينة جذب للناس يقضوا فيها أجازاتهم. فيها شواطئ مميزة برمالها الذهبية وميتها الصافية اللي بلون الفيروز، وجوها المعتدل اللي مفهوش رطوبة، ده غير إن موقعها كمان قريب من معظم المدن التانية، فكانت سهلة إن الناس تروح وتيجي ليها بسهولة. يلا سمي يلا لمي فوق في الحديد، لا ما عندناش حاجة مستحيلة. ويمكن بمرور الوقت حال مدينة جمصة ما بقاش أحسن حاجة، وحصل لها إهمال بشكل كبير وتعديات في كل ناحية، وفقدت رونقها وجمالها، وبقت الناس تقول عليها مصيف الغلابة. بس الدولة قررت الفترة الأخيرة تبص تاني على مصيف الغلابة وتحوله لمصيف عالمي، وعملت مشروع لتطوير مدينة جمصة، وبدأوا بتطوير الشواطئ، وعملوا ممشى بطول 4 كيلومتر امتداد لممشى المنصورة، وإضاءة ودهانات سور الكورنيش وتطويره بالكامل بكل الخدمات، وعملوا حملات إزالة لكل التعديات، وكمان حملات نظافة، ورفعوا كفاءة الشوارع والميادين، وطوروا كمان الحدائق ومداخل المدينة كلها والشوارع الداخلية، وزودوا المساحات الخضراء، وهيعملوا كمان فيها فنادق بحيث يحولوا مدينة جمصة فعلا لمصيف عالمي لكل الطبقات، ويرجعوا للمدينة مكانتها من تاني. كمان من ضمن المشروعات اللي اتعملت هناك مشروع الإسكان الاجتماعي بجمصة بمدينة الشيخ زايد، واللي بيخدم أهالي الدقهلية بالكامل، وبيوفر سكن مناسب ليهم وبيخفف من الزحام هناك. والمشروع هيوفر وحدات سكنية مكونة من غرفتين وصالة أو 3 غرف وصالة كاملة التشطيب، وإجمالي عدد العمارات في المشروع 221 عمارة سكنية بتضم تقريباً 5304 وحدة سكنية بتكلفة وصلت لحوالي 1,300,000,000 جنيه. والوحدات متوفر لها خدمات متكاملة من أسواق تجارية وحضانات ومدارس ووحدات صحية وملاعب وكمان مساحات خضراء. واسمع مني، كل شبر في مصر يستاهل إننا نحافظ عليه ونطوره ونرجعه أحسن من الأول كمان، وده اللي بيحصل حالياً بفضل جهود ولاد مصر المخلصين، ولاد مصر اللي شغالين ليل ونهار عشانها، واللي عارفين ومتأكدين إن بلدهم تستاهل كده وأكتر، تستاهل تكون أم الدنيا وقد الدنيا كلها. بشكر حضراتكم، واسمع مني داليا الخطيب.